صباح الخير على كل مشاهدين برنامج يوم سعيد. احنا النهاردة هنكون مع حضراتكم من المركز المصري للقيادة الآمنة في إيفنت هيل أند تو. كل عشاق السيارات وسباق السيارات بيستنوا الإيفنت ده كل سنة. كمان هيكون في جزء مخصص للأطفال من سن 8 سنين. عشاق السيارات الكلاسيكية ما يقلقوش، هيكون في مكان مخصص ليهم. تعالوا دلوقتي ناخد حضراتكم في جولة في المكان، نعرف تفاصيل ومعلومات أكتر عن الإيفنت، ما تروحوش في أي حتة، يلا بينا. معانا أستاذ محمد جمال، الحكم العام لسباقات السيارات في مصر وأحد المنظمين، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم، منورنا. كلمني النهارده عن الايفنت، حضرتوا له ازاي؟ استعدتوا ازاي لايفنت كبير؟ والله بس هو طبعا زي ما انتم عارفين احنا الحدث دوت هو احدى فعاليات احتفاليه نادي السيارات والرحلات المصري بالمئويه بمرور 100 سنه. كان عندنا من فتره في استضافنا اجتماعات الاتحاد الدولي للسيارات هنا في مصر في اكثر من 60 دوله، ودي احدى الفعاليات. وكان عندنا في بطوله مصر الشرق الاوسط لسباقات الدريفت والسبيد، كانت برضه الاسبوع اللي فات، ودي احدى الفعاليات برضه، ولسه الفعاليات دي مستمره، ولسه ان شاء الله حتى كمان لحد مهرجان العالمين. النهارده احنا عندنا زي تراك داي عاملينه للمجموعه او محبي السيارات. في مجموعه من سباقات السبيد، في سباقات الكارتينج للناس الصغيره والكبيره، في بعد كده في عربيات الكلاسيك موجوده. تقريبا عدد المشتركين قد ايه؟ والله هو لحد دلوقتي احنا كنا يعني العدد محدد شويه لان كانت مش مفتوح الاشتراكات كبيره جدا، ولكن اعتقد في حدود ال 100 متسابق. بتختاروا المتسابقين ازاي؟ يعني هل في قواعد معينه للاختيار؟ يعني اكيد مش اي حد عايز يشترك بيدخل في السباق، فايه القواعد اللي موجوده علشان اي حد عايز يشترك يقدم بسهوله؟ بص، هي طبعا في نقطه مهمه، حسب برضو بتتحدى حسب نوع السباق نفسه. يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا على الكارتينج، فلازم يتوجه لحد المتسابق، لازم يروح لتراك من التراكات اللي شغاله، او يروح مثلا لاكاديميه من اكاديميات الكارتينج عشان يبتدي يتعلم، عشان يبتدي يخش مرحله السباقات. وبعد كده بيروح لنادي السيارات والرحلات المصري عشان يصدر الرخصه الرياضيه. لو جينا مثلا على الراليات في الصحراء وهكذا والحاجات اللي هي الاوف رود، ده لازم في حاجه بيدخل حاجه اسمها الرالي اكاديمي، دي نادي السيارات برضو بينظمها، بيدخل في يدخل لازم يشارك فيها، بتاخد يخلص الدوره التدريبيه بتاعته، يبتدي تطلع له الرخصه اذا كان بقى رالي درايفر او كو بايلوت. في الرالي بيبقى في المتسابق والملاح بيبقى قاعد جنبه ياخد الرخصه. بالنسبه لسباقات السبيد اللي كل واحد بيدخل بعربيته عادي، دي بيصدر بيروح لنادي السيارات والرحلات المصري بيصدر بيها رخصه القياده، ويبتدي يشارك في السباقات اللي بتنظم في مصر من مجموعه من المنظمين الكتير. يمكن رياضه سباق السيارات في مصر ما كانتش منتشره قوي، بس دلوقتي احنا ملاحظين ان في ايفنتس كتير بتتعمل كل فتره، بدات ناس تعرف ان الرياضه دي موجوده وفي متسابقين بيحبوها وبيمارسوها. ايه رايك في انتشار رياضه سباق السيارات هنا في مصر في الفتره الحاليه؟ بس هي احنا يعني زي ما انت قلتي من شويه كده، طبعا احنا مش كره القدم اكيد يعني، ولكن هي احنا ابتدينا فعلا الفتره اللي فاتت دي في اكتيفيتيز كتير بتحصل، زي من الاحداث اللي احنا فيها النهارده، في عندنا بطوله العالمين في الساحل شهر 8، ده مهرجان كبير جدا. في عندنا بطوله مصر الشرق الاوسط، هي بطوله تريفي تاب، دي بقى لها 10 سنين، دي السنه دي بتحتفل بالسنه العاشره ليها، ودي عباره عن ثلاث سباقات، الدريفتنج اللي هو في حاجه اسمها بارك دريفت، وفي حاجه اسمها التوين دريفت، والجيم هانا او السباقات السبيد. ففعلا في عندنا بطوله مصر للراليات، دي بتقام في الصحراء الشرقيه وفي الصحراء الغربيه. ففعلا الفتره دي بقى عندنا مجموعه من الفعاليات والسباقات الاكثر. بالعكس احنا كمان ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع نادي السيارات والاتحاد الدولي للسيارات، ويعني ان شاء الله باذن الله مع بعض الجهات الحكوميه الكبيره في مصر، لازم نشتغل شويه اكتر ان احنا نفعل بقى كمان اكتر السباقات الدوليه ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب ايه عوامل الامان؟ طبعا يعني موضوع سباق سيارات بيبقى فيه نوع من الخطوره. عوامل الامان برضو هي زي موضوع كده الرخصه الرياضيه، هي بتتوقف على حسب نوع السباق. يعني لو مثلا لو خدنا بالنا في الكارتينج، لما ابتدينا المتسابقين في الكارتينج لازم يبقوا لابسين الخوذه بتاعته، لابس البدله دي بتحميه كل حاجه، لابس الجوانتي بتاعه، لابس الشوز بتاعه، الحاجات دي كلها بتحميه حسب نوع كل فئه. بنيجي نطلع مثلا برضو حتى في سباقات السرعه او في سباقات الدريفت او في سباقات الراليات، لازم يبقى لابس احنا بنسميه الجير، يعني البدله كامله بالخوذه
لكل حاجه. وكل فئه من السباقات ليها نوع معين من الخوذه والبدله اللي بيلبسها بيحميها المتسابق. ده بالنسبه للمتسابق. بالنسبه برضو كمان عشان يبقى المتسابق كمان فيه حمايه اكتر, حسب نوع السباق بيبقى فيه زي قفص حديدي جوه العربيه بيقدر يحمي المتسابق لا قدر الله من اي اخطار, حادثه او لا قدر الله او مشكله. بالظبط كده خلاص. كمان حتى غير كده كمان بيبقى عندنا فيه مجموعه من التراك مارشلز او يعني دول المنظمين بيبقوا موجودين في وسط التراك, وفي بقى فريق ريكفري ولازم يكون موجود معانا فريق الطبي وفريق الاطفاء وفريق يعني بقى بص مجموعه كبيره جدا احنا بنسميها عشان تامنوا المشتركين بالقدر الكافي. بالظبط, مش بس المشتركين, كمان المشتركين والمتسابقين وكمان الحضور يعني ده جزء مهم جدا, وده دور نادي السيارات ان هو يقدر يطمن ان الحدث تام. قبل ما الحدث بيبتدي بيبقى في حاجه اسمها بسمعنا خطه السيفتي بلان او خطه الامان للحدث بالكامل, مرتبط كان جمهور حضور مشاركين حتى الميديا نفسها وهي متواجده هتبقى متواجده تقف فين ومتقفش فين لسلامتهم. يعني نادي السيارات النهارده بيحتفل بمرور 100 سنه على انشائه, وده هيتم الاحتفال النهارده. هو احنا النهارده احد الفعاليات, احنا ابتدينا الفعاليات بتاعه احتفاليه المواويه مع نادي السيارات بقالنا شويه يعني كان اقصى يعني كان ابتدينا كان زي ما بقول لك من اسبوعين اعتقد من 10 ايام كان اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات هنا في مصر اللي هي المنطقه الاولى, وده كان اول مره يحصل في مصر. ده كان فيه حضور 60 دوله متواجدين هنا اللي هم من الشرق الاوسط واوروبا وشمال افريقيا, والحمد لله كان حدث كبير جدا وناس بسطت. خليك برضو في نقطه مهمه قوي ان احنا بس الاتحاد الدولي للسيارات ودور نادي السيارات مش قاصر على السباقات ورياضه المحركات فقط, لان هو ليه دور كمان على مستوى حركه الحركه او سمعنا حركه التبادل التجاريه او حركه السيارات ما بين الدول. هو جزء بس من يعني سباق السيارات احد الانشطه مش الاساس يعني. شكرا حضرتك, شكرا جدا. شكرا. زين الشهاوي واحد من المتسابقين وهو لسه مخلص سباق حالا. ازيك يا زين؟ ازي حضرتك؟ ايه قول لنا عملت ايه دلوقتي في السباق؟ الحمد لله انا لسه طالع من السباق دلوقتي. كنت بعمل حاجه اسمها براكتس, يعني بنشوف التراك ونشوف يعني الترنات بتاعته من فين. ده كان تدريب, ما كنتش في السباق الفعلي ده. يعني يعتبر هو احنا بنشوف بس تراك في الاول ونشوف مثلا ايه عيوبك فيه, ممكن طرق ممكن ان انت ممكن تطلع من زميلك وكده. يعني ازاي بتستعد للبطولات؟ بتتدرب قبلها بقد ايه؟ بتستعد ازاي؟ يعني كل واحد وليه طريقته ان هو ممكن يستعد فيها. يعني انا ممكن اعمل شويه استرتشات قبل ما انزل السباق, وبعدين لازم اقعد مع المنكيه بتاعتي واتكلم معاهم في العربيات وقد ايه في مشاكل فيها ولا لا, وبس يعني ده يعني لما انا بجهز لازم اقعد مع الناس ولازم نفهم ايه العيوب العربيه ولا. انت في سنه كام؟ انا في اولى اعدادي. بتوفق ازاي بين الدراسه وبين التدريب؟ ان انت بتشارك في بطولات كتير فاكيد بيبقى عندك ضغط ما بين المذاكره وما بين التدريبات, بتوفق ازاي؟ دي حقيقه. هو انا يعني عندي سكادجول حياتي كلها يعني بين مدرستي ودروسي وتمريناتي وتمرينات العربيات طبعا, فكل الحاجات دي ليها سكادجول ومواعيدها. يعني في وقت العربيات ليها وقتها ووقت الدراسه ليها وقتها طبعا. فا يعني انا ليها سكادجول يعني بالنسبه لي. في بطولات قريب هتشارك فيها؟ باذن الله جايه باذن الله قريبه. وبطولات في مصر زادت كتير جدا في الايام اللي فاتت. في تراك اوتو فروم عملنا بطولتين, وتراك النهارده 15 مايو عملنا النهارده بطوله. باذن الله جاي احسن باذن الله. ان شاء الله. شكرا. بإذن الله. نور ابو الوفا واحده من المشتركين النهارده في السباق. اهلا يا نور. هاي, عامله ايه؟ الحمد لله كويس. قولي لي بقى عملتي ايه النهارده في السباق؟ عملت كويس الحمد لله. الكونديشنز بتاعت التراك يعني صعبه شويه طبعا عشان التراك بقاله كتير قوي ما حدش نزله, في رمله كتير قوي, بس ما شاء الله التراك لاي اوت بتاعه حلو قوي. بقالك قد ايه تقريبا بتشتركي في سباقات سيارات؟ في البروفيشنال كارتينج بقالي داخله على ان شاء الله سنه. انت عندك كام سنه؟
انا 17 هتم 18 ان شاء الله. الاهل في البيت بابا وماما ما خافوش ان انت بنوته صغيره تشتركي في سباق سيارات وممكن لا قدر الله يبقى فيه مشكله او ما كانوا قلقانين ولا شجعوك يعني؟ في الاول طبعا كانوا خايفين قوي الموضوع برضو بيبقى خد ده. بعدين لما بنعمل ابجريد من الرنتل لما بنزل بالرنتل وكده بعدين من البرو بيبقى طبعا في ابجريد كبير قوي. بس لما ابتدينا نتمرن كتير بقى واثقين اكتر فيا الموضوع بقى يعني فلكسبل اكتر. اشتركتي في بطولات قبل كده؟ بره مصر سبقت في كريمونا ده في ايطاليا كانت الايزي كارد تشالنج. داخله بطولات قريب في مسابقات داخلاها يعني ان شاء الله هيكون في ان شاء الله كمان بطولات في مصر وموضوع هيتفتح قوي. طبعا قبل كده ما كانش يعني very difficult ان انت تبتدي كارتينج لكن دلوقتي بقى في كارت رايدرز وكده ده ان شاء الله الفيوتشر في موتور سبورت. موضوع انتشر اكتر في أيوة الفتره الاخيره. بعدين ان شاء الله كارت رايدرز هيبقى الفيوتشر في موتور سبورت في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا نور. ان شاء الله. ثانك يو. معانا كريم حمزه هو مساعد مدرب وهيعرفنا اكتر عن دوره النهارده في السباق. اهلا يا كريم. اهلا بيكي. قولي بعرفني بنفسك ودورك النهارده ايه في السباق. انا كريم حمزه مساعد مدرب في ريس لاين اكاديمي. احب اتكلم على الفاوندر بتاعنا الاول قبل اتكلم على ريس لاين. هو الفاوندر بتاعنا كابتن بسام عمار بطل سابق في رياضه السيارات. حب ان هو يدي فرصة للأجيال اللي جاية إن هم يسابقوا برا ويرفعوا علم مصر برا مصر وجوه مصر بإن هو ينشئ ريس لاين أكاديمي. إحنا تأسسنا سنة 2020 والحمد لله قدرنا إن إحنا نعلم 95% من الكوميونتي كارت الكوميونتي في مصر من خلال الكورسات المكثفة اللي من خلالها يقدر السواق إن هو يفهم اي تراك او ينزل على اي تراك ويؤدي فيه بكامل طاقته. طيب في ناس كتير يعني عندها اعتقاد ان رياضه سباق السيارات في مصر مش منتشره، هل عندكم اقبال؟ في ناس كتير بتحب تتعلم او تعلم ولادها سباق السيارات؟ احنا الحمد لله الايام اللي فاتت دي بالفعل كان في اقبال. الكوميونتي صغير مش كبير بس الحمد لله سنه بعد سنه بنقدر نتوسع وبيبقى في ناس طبعا موجودين حابين ان هم يتمرنوا الكارتينج وان هم يسوقوا جوه مصر وبره مصر. في قواعد معينه او سن معين مثلا ما بتقبلوش بيه او يعني ليكوا قواعد معينه في ان انتوا تقبلوا الناس اللي جايه تقدم عندكم؟ مفيش اي حاجه. هو السن بيبدا من 5 سنين. لازم يكون طبعا طول معين عشان يعرف يركب في الكارت ويعرف يسوقها سيفتي وايز ان هو يكون يقدر يدوس البنزين والفرامل. بس عندكم 5 سنين يعني ممكن لو طفل عنده 5 سنين اهله بيبقى عندهم الجرأة ان هم يبقوا عايزينه يسابق في السيارات مش خايفين يعني؟ خايفين. هو عامة ابطال الفورمولا 1 بدأوا كده، بدأوا من هم عندهم 5 سنين بيتسابقوا وبيكسبوا بطولات. فان شاء الله ان احنا بنحاول ان احنا نحقق الجول ده ان شاء الله. شكرا يا كريم. شكرا جدا. عفوا. استاذ سامح عبد القوي واحد من المشتركين النهارده في السباق، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ايه رايك النهارده في الايفنت؟ اولا احب ارحب بيكم وارحب بقناه المحور. الايفنت ما شاء الله سيت اب كويس، اعدادات شكلهم تعبانين فيها بقالهم ايام كتير. الحاجه الثانيه ان المتسابقين النهارده اللي موجودين مش متسابقين طبيعيين ولا عاديين، دول ال20 الاوائل المفروض بتوع مصر ومنقيين زي وايلد كارد للاورجنايزر اللي في الموتور سبورت، فسباق مميز. ايه اللي شدك او اللي شجعك ان انت تيجي النهارده وتشارك في السباق؟ اول حاجه اللي شجعني ان النهارده زي ما انا قلت لك سباق مميز. العربيات اللي موجوده النهارده كلها عربيات معدله او اغلبيتها بنسبه 90%. سرعات عاليه، تراك النهارده دقيقتين و10 ثواني ودي في حد ذاتها حاجه كويسه لان تراكاتنا في مصر بتتراوح ما بين دقيقه 49 ثانيه 50 ثانيه دقيقه ونص، لكن النهارده دقيقتين ونص ديت هنشوف ابطال يعني ما كانوش موجودين قبل كده.
ما عندكش خوف ان انت تشارك بالعربية الخاصة بيك يعني قلقان عليها او خايف عليها من انت برضو داخل سباق يعني لا قدر الله معرض لأي مشكلة او حادثة لا قدر الله ربنا يحفظك طبعا؟ لا بصي هو الحمد لله والشكر لله مش اول مرة انا سافرت وسابقت برا مصر وسافرت ماليزيا سابقت بعربيات فورمولا 4 سرعات اعلى من كده بكتير فبالنسبه لي حكايه السرعات العاليه دي لا دي ما تمثليش اي اهميه لكن اللي بتمثلي اهميه النهارده هي التشالنج التحدي اللي ما بيني وما بين المتسابقين زمايلي اللي هينزلوا معايا على ارض مصر هنا بعربيات قريبه من العربيه اللي معايا يعني في 3 بورش النهارده من ضمنهم واحده جي تي 3 فلا يعني انا ان شاء الله نازل احط يعني اسمي مع الناس ديت مش مجرد نزول مشرف وخلاص وان شاء الله باذن الله يبقى سباق جميل لينا كلنا ان شاء الله شكرا ليك ميرسي ليكي وميرسي للقناه الجميله ديت واتمنى ان شاء الله ان احنا نشوفكم في ايفنتات تانيه كتير ان شاء الله شكرا, شكرا. اهلا ياسين ازيك الحمد لله عرفني بنفسك وبقالك قد ايه في مجال سباق السيارات انا اسمي ياسين بدوي انا في فرقه ERT وانا بدات سباقات الكارتينج لما كنت عندي 6 سنين في اوتو روم مع بابايا مدحت بدوي وابن عمي ابراهيم بدوي واحنا كان مش بناخد ده سيريسلي قوي بس ستيب باي ستيب احنا بدانا ولما كنا عندنا لما كنت عندي 10 سنين بدأنا الفرقة ERT وبدأنا نسابق أوف رودينج مع بوصلة رالي قعدنا 3 سنين تقريبا مع بوصلة بعمل 4x4 تشالنج وبننزل الصحراء في فيوم ودلوقتي جه opportunity نسابق في بطولة أوروبا كروس كارت في بطولة داخلها قريب بطولة أوروبا السنة دي إن شاء الله دي هتستعد لها إزاي؟ احنا بنسابق بروح أوروبا بعمل تيستينجز مع فرقة سوتريخوس إنجينيرينج وسيموج واحنا بنعمل تيستس يعني لسه بنبدا والسيزون هيبدا ان شاء الله اخر جولاي والعربيه يعني في اوفر ستير وفي باور زياده عن اللزوم بتلف حلوه وفي اوف رودنج ومد وحركات كده فيها كل الامكانيات في كل حاجه والصوت وكل حاجه الحمد لله شكرا يا ياسين ازيك يا تميم عامل ايه؟ الحمد لله عرفني بنفسك وعرف المشاهدين انت جاي النهارده تعمل ايه؟ انا اسمي تميم ايهاب عندي 15 سنه وجاي عشان ريبريزنت ريس لاين موتور سبورتس هنا في الايفنت بقالك قد ايه في سباق السيارات؟ بقالي حوالي سنتين واهلك مش بيخافوا عليك ما قالوش ان انت تدخل مجال صعب او في خطوره؟ لا مش خايفين خالص بالعكس هم عارفين ان الرياضه دي يعني كويسة ومش ما فيش حاجة فيها يعني ممكن تدوريني في بطولات أو مسابقات قريب هتدخلها؟ كنت دخلت السنة اللي فاتت في الإمارات مع ريسلاند موتور سبورتس برضو وإن شاء الله السنة اللي جاية هخش معهم برضو في الإمارات شكرا يا تميم شكرا كمان النهارده في السباق في متسابقين بيشاركوا بالسيارات الخاصه بيهم ومعانا دلوقتي محمود سامي واحد من المتسابقين اللي بيشارك بالسياره الخاصه بيه اهلا بيك اهلا بحضرتك قول لي بقالك قد ايه في مجال سباق السيارات انا بنزل سباقات بقالي 3 سنين الحمد لله شاركت بيها سباقات كتير وهي دي عربيه الديليوز بس بنزل انا عامل تجهيزات ان انا اقدر انزل بيها سباقات سبيد والحمد لله بشارك وربنا بيكرم يعني ربنا كرم يعني كذا مره بمركز يعني في تعديلات بتقوم بيها على العربيه علشان تقدر تشارك بيها في السباق العربيه راكب فيها سسبنش اللي هو المساعدين معدل شويه حاجات في الموتور بحيث ان انا اقدر اشارك في السباقات دي عشان خاطر حاجه لازم تتجهز لسباقات معينه يعني في بطولات خدت بطولات ريفي توب كذا مره تايم اتاك بيمرز ايجيبت خدت فيه بطولات برضو تمام وهتشارك في بطوله قريب ان شاء الله في بطوله جايه بتاعه تايم اتاك ان شاء الله مشارك فيها ان شاء الله شكرا ان شاء الله شكرا.
واحد من المتسابقين النهارده في السباق هيعرفنا اكتر عن نفسه. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ عرفنا عن نفسك وبتشارك بقالك قد ايه في سباقات السيارات؟ انا اسمي سليم فرحات، بسابق بقالي حوالي 3 سنين، وبدات مع ريس لاين اكاديمي الاول، بعد كده دخلت الفرقه اللي هي ريس لاين موتور سبورتس، ودلوقتي بسابق في الامارات في حاجه اسمها اليامي سيريز هناك. دي بطوله لو حد كسبها بيتاهل لبطولات العالم، وده اللي انا بعمله دلوقتي. ايه عوامل الامان اللي لازم تبقى موجوده عشان يعني لا قدر الله ما يحصلش حوادث في العربيه اللي انت بتبقى سايقها؟ طبعا احنا بنبقى لابسين كل الحاجات زي الهلمت، وبنبقى لابسين حاجه اسمها ريب بروتكتور بتحمي ضلوعنا وكده، غير بقى طبعا الاسعاف والمارشلز اللي بيكونوا بيساعدونا على التراك. الاهل ما كانوش خايفين ان انت تدخل مجال يعني يمكن يكون الى حد ما خطر شويه، او انت تعرضت قبل كده لمواقف صعبه في مجالك؟ في الاول هم ما كانوا خايفين عليا طبعا في الاول، بس لما لقوني مكمل وان الرياضه فيها حاجات امنه كتير قوي فساعدوني، وبقوا يعني يساعدوني ويزقوني عشان ابقى احسن. حاجة تانية ان هما برضو يعني لما لقوني بسبب في الامارات وان الموضوع جد، هما خلاص لقوا ان هي رياضة بجد وبقوا يساعدوني، وبقيت اطلع بقى خلاص سابق بره. شكرا. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. سيف الأتربي هو مش جاي النهاردة علشان يشارك في السباق، ولكن جاي عشان يتفرج وبيدعم صحابه النهاردة. أهلا يا سيف. قولي بقالك قد إيه في مجال سباق السيارات؟ أنا بدأت كارتينج ريجولرلي من 2018، كنت قبليها كنت بروح كل فترة أسابق وأنا صغير، بس بدأت من 2018. يعني أنت بدأت من وأنت طفل، من قبل 2018؟ كنت ببدأ بروح بسافر وكده، كنت بروح تراكس بسابق هناك شوية، بس يعني كان بيبقى في وسط الأجازة، ما بيبقاش ريجولر يعني. إيه رأيك النهاردة في الإيفنت؟ شايفه إزاي؟ إيفنت لذيذ، هو بيتعمل ديمونستريشن فور واتس أبكومينج للسيزون اللي جاي، فحلو طبعًا. التراك حلو، ما أظنش إن في كارتس قبل كده نزلت هنا، فده حلو، إكسبيرينس جديدة بالنسبة للدرايفرز وكده، تراكس جديدة. بما انك بتقول ان انت بقالك فترة في مجال سباق السيارات، شايف ان في تطور في المجال في مصر في اخر كام سنة؟ يعني especially من بعد 2020 مع بداية الاكاديمي ريس لاين اكاديمي، احنا دلوقتي around 95% من الكارتينج درايفرز في مصر اصلا متخرجين من ريس لاين اكاديمي، فطبعا حصل يعني اقبال كبير جدا، وفي ناس حتى دلوقتي بقوا بيسافروا برا في دبي وكده، ومفروض قدام ان شاء الله يبقى في سباقات في اوروبا. انت في مسابقات قريب هتشارك فيها؟ انا ان شاء الله السيزون الجاي ان شاء الله هشارك مع ريس لاين موتور سبورتس هنا في مصر، وان شاء الله بره. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك. ابراهيم بدوي واحد من المتسابقين، وهيعرفنا اكتر بنفسه والبطولات اللي هيدخلها قريب. اهلا يا ابراهيم. الاخبار كله تمام؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه رايك النهارده في الايفنت؟ هو ايفنت لذيذ جدا طبعا، لامم الناس كلها، سواقين الكارتينج، سواقين العربيات برضو، فهو ايفنت لذيذ بيجمع كله. هي خطوه جديده لمصر يعني، عامه الموضوع ده ما كانش موجود منه كتير، كانش منتشر. ما كانش منتشر، فخطوه حلوه وان شاء الله منها نطلع على حته تبعد يعني. انت في بطولات هتشارك فيها خارج مصر قريب صح؟ كلمني بقى عنها. انا حاليا بسابق في بطوله لامبورجيني سوبر تروفيو، مضيت عقد مع شركه لامبورجيني في بطوله لامبورجيني سوبر تروفيو. البطوله دي في اوروبا، في ايطاليا، بلجيكا، اسبانيا، فرنسا والمانيا، وان شاء الله السباق جاي في ايطاليا. انت بقالك قد ايه في المجال؟ بدأت الرياضة دي وأنا عندي 15 سنة برضو في الكارتينج، بدأت هنا في مصر مع نفس الناس دي برضو، وبعد كده طلعت على الإمارات، الكوميونيتي هناك كان أكبر شوية وفي ناس متسابقين أكتر، فمنها طلعت على أوروبا وابتديت أسابق عربيات هناك. شايف دلوقتي في انتشار عن زمان لرياضة سباق السيارات في مصر؟ طبعا في انتشار كبير، وفي في كارتس أكتر بكتير. أنا لما كنت هنا في مصر بسابق من 3 سنين كان في تقريبا 4 أو 5 كارتس، فدلوقتي ما شاء الله في كارتس أكتر بكتير، وزي ما قلت قبل كده دي خطوة حلوة جدا لمصر،
ومنها ممكن برضو يعني متسابقين اكتر يطلعوا لبطولات اوروبا وبطولات عالم، وان شاء الله يعني عايزين نشوف مصر في الرياضه دي اكتر. يعني احنا في تطور دائم في اغلب مجالات الرياضه، فان شاء الله رياضه السيارات تكون واحده منهم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. بعد ما كنا مع حضراتكم من المركز المصري للقيادة الآمنة وشفنا سباق السيارات وشفنا المتسابقين وتعرفنا عليهم، بكده تكون خلصت فقرتنا، لكن هنشوفكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج يوم سعيد.